بالنسبة لنا محطة الثقافة على طول عليها الزخم بقلة المحطات اللي موجود بها المنتوج المحسن. يعني عندنا الثقافة واحدة، العريان، الجزائر، هذول الثلاثة فقط اللي موجود بهم المحسن، والزخم كله على هاي المحطة. وبثناء الدوام يصير نهاية الدوام، شوف هذا الازدحام، السايد ثابت ويبدأ سايد ثاني، ويصير اقتطاع بالطريق، والناس يعني عاد تنظر حيل. والكاميرا فر على الازدحامات وشوف المأساة، أطالب توفير محطة إضافية، أطالب تنظيم السير الشارع، يعني هسه سايد واقف من هنا وهذا سايد ثاني، ويجي أبو الاشتراك ياخذ الاشتراك ماله السايد الثالث، زين ايش راح يكون الموقف بالجامعة؟ سايدين الجامعة راح يبقى مسدود. يعني هسه أنت تفر من هنا للنفق وترجع تاكل لك وقت ما يقارب النص ساعة. منتوج الظاهر قليل، وبنفس الوقت محطة واحدة اللي توزع، يعني محطة واحدة حكومية. وحاليا بالاهليه فارغه، والايمن بمحطه واحده اللي هي الغزلاني ومغلقه لاغراض الصيانه. لازم يكثرون المحسن باغلبيه المحطات، المحطات تعرف المكاين كله بالصيف تدق دوانز. فعلا يعني محتاج زياده عدد المحطات اللي تعنى بالبنزين المحسن، حتى يعني المواطنين اكثر يكون عندهم خيارات متاحه اكثر من اذا كانت محطه ومحطتين بالجانب الايسر. نحتاج اكثر من محطات، محطه واحده ما تكفي بالموصل، على الواي يزيدون المحطات، وخاصه احنا بجانب الايمن، يعني متعطشين على بنزين، بها بنزين محسن. كان عندنا وحده وسكروها الى غزلاني. فاريد منكم انتم كاعلاميين او من المسؤولين انه يفتحون بنزين غادي محسن. يعني اصلا هو محسن حيجي هم تقريبا مخلوط عادي، ما محسن 100%. دائما من اجي انا اقف ربع ساعه نص ساعه، مرات السره واقف لي واصل لي باب العلوم. طالب بتوفير اكثر من بنزين خان المحسن، لان انا ما اعبي الا البنزين المحسن.